ده بنحطه جوه الفانوس بيدي الاضاءه اللي هو المفروض يديها. طبعا ده سهل جدا انه يتركب جوه، ان ده القماش كله خياطه من جوه، ومجرد ان انا بعمل له كده بيشبك، مجرد ان انا بحط له كده اهو بعلقه كده بيثبت، ان انا بدخله ما بين القماش وما بين الحديد طبعا، فسهل ان الاناره بتاعته بتبقى ايه مش صعبه. تمام، انا هحط الاناره بتاعته حضرتك وهفرجك على نوره بيبقى شكله. المنتج الصيني ابتدى يقل، والرئيس السيسي ربنا يبارك لنا في عمره شجع الصناعه المصريه وادانا مساحه في التسويق وفي البيع وفي التجاره وفي اننا نصنع وبيع، ولا مساحه اقدر اعرض فيها شغلي عشان الشغل المستورد ابتدى يقل، وهو شجعنا على الشغل المصري وشجعنا على التصنيع المصري وشجعنا كمصريين يتبنى قيمه ويتبنى مكان في التصنيع ويتبنى مكان ان احنا نتواجد في اي دوله عربيه ونقول ده صنع في مصر وده معمول في مصر ومعمول كويس يا جماعه وشوفوا شغل مصر. انا كمصري بشوف شغل بيتسوق في معارض بره مصر شغل رديء للاسف انا بستقله. انا كمصري ممكن اسوق الشغل المصري ده بكل اشكاله وموديلاته وفورمه، الشغل بتاع رمضان برامج الرزق المراسم الرمضانيه الطقوس الرمضانيه بشوفها معموله في معارض في الخليج وبره مصر وفي دول اوروبيه، المفروض انها تكون على جوده عاليه، وبتقول ان شهر رمضان ده شهر كريم وليه مراسم وليه اشكال جميله. فانا ممكن كمصري اسوق الشغل المصري بره مصر بالجوده العاليه اللي انا سوقتها واللي انا بقدر اسوقها بره مصر. يعني انت بتناشد ان انت عايز فرصه؟ فرصه ان انا اسوق الشغل ده بره مصر واعمل له معارض تسويق بره مصر، واقول ان احنا كمصريين وتحت قياده السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي سعداء ان احنا تحت قيادته وتوجيهه لتعليماته ممكن نسوق شغل مصر ده بره مصر على جوده وهيلاقي قبول على درجه عاليه جدا.